بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله النهاردة نشرح مع بعض طريقة عمل الكرياتيف أو الكرياتيف من شركة سكيتش. شركة سكيتش طبعا عاملة منزلة منتج، هو المنتج أوروبي اللي هو تأثير الصدى. المنتج اسمه كرياتيف. المنتج هيبقى عبارة عن خامتين. الخامة الأولى دي طبعا اسم الشركة سكيتش، الخامة الأولى اللي هي المادة المعجون بتبقى بالشكل ده، والتانية المادة اللي هو الليكويد بتاعها اللي هي الشفاف بتاعها. طبعا طريقة الشغل هنسحب أول وجه بالمادة اللي هي الكرياتيف، وبعد كده نسيبها تنشف شوية، وبعدين نرجع نسحب الوجه التاني، وبعد كده بقى نشتغل بالليكويد اللي هو الشفاف بتاعها ايه على الحيطه. طبعا احنا مكملين معاكم، بس قبل ما تروح في الحته ما تنساش تشترك في القناه، تفعل زر الجرس وتضغط لايك للفيديو. نبدا بقى، نروح نبدا ايه في السحب الوجه الاولاني. تابعونا واحنا مكملين معاكم. طبعا انا بسحب الوجه الاولاني زي ما انتم شايفين، هو انسحب عادي خالص كاني بسحب معجون عادي، والارضيه طبعا مش شرط اي لون، مش هتفرق معانا خالص. هنخلص بقى الوجه الاولاني ونرجع نسحب الوجه الثاني. طب انا واحنا مكملين معاكم ان شاء الله. دلوقتي بقى هبدا بقى بعد الوجه الاولاني ما نشف خالص، هبدا اسحب بقى ايه في الوجه الثاني، اقفل الوجه الثاني سكينه، وبعد كده ادخل على مرحله الليكويد. تابعونا هون. طبعا انا ممكن اسحب وجه واثنين وثلاثه، ما فيش اي مشكله خالص، لان مكان في الشغل ويبقى الشغل عندي ايه مخدوم خدمه نظيفه. هخلص كل الشغل سحب وجه تاني، وبعد كده بقى ايه نسيبه يتهوى شويه وندخل على المرحله اللي بعد كده اللي هي الشفاف بتاعه. دلوقتي رجلينا بقى للمرحلة الأهم، وهي مرحلة الليكويد اللي هو الشفاف، اللي هو بيدينا التأثير بتاع شغل الكرياتيف. طبعا بيكون شفاف كده، معايا بخاخة، دي الحاجات اللي ممكن تستخدمها فيه. بخاخة دي إزازة عادية خالص قطعنها ومعبين فيها شوية من الخامة، أو ممكن تشتغل بالعلبة على طول. معاك طبعا سفنجة، ولو معاك سفنج بحري يكون أحسن، ومعانا برضو فرشة. كل الحاجات دي ايه احنا ممكن ايه نستخدمها في الشغل. هطلع دلوقتي على السقالة وبعدين نكمل. طبعا المرحلة دي انت وخيالك فيها، يعني مفيش حد بيعرف يطلع حاجة شبه التانية في الشغل ده. الشغل ده معتمد على خيالك انت في الشغل، وعلى حركة إيدك وعلى إيه دماغك أنت.
طبعا زي ما انتم شايفين اهو، بعد ما عملتها بالمحلول بالفرشة قسمتها على الشكل اللي انا عايز اقسم بيه. يعني انا وجهت المحلول بحيث ان انا اعمل اشكال عمودية مثلا او رأسية زي ما انا حابب بقى، وبمسك طبعا البخاخة واحط فيها المحلول اللي معايا اللي هو ليكويد، واخليها تعمل زي نقط تسييل مثلا، او ابخ بخات متباعدة معايا الفرشة برضو ببلها بالمحلول، وبفضل ادق كده برضو عشان اطلع شكل داخل الخامة. كل ما اشتغل في الخامة كل ما هديني ايه شكل. دي عينة طبعا انا عاملها على الخشبة قبل ما ابدأ علشان يعني ايه اعود ايدي، لان طبعا تاخد فكرة عن الموضوع الاول احسن لك عشان ايه ما تخشش تتورط بعدين. الشكل زي ما انتم شايفين كده كل ما بينشف كل ما بيظهر ايه شكله الجمالي بالبخاخة، وببخ بخات متفرقة على أماكن دلوقتي بعيدة. احنا على وشك الانتهاء من تشطيب الكرياتين. طبعا في شوية حاجات كده ممكن اعدلها بالمحلول وانا واقف على الارض كده. طبعا كل ما هتدي خامة من الكرياتيف ده هتاخد من الليكويد ده اللي هو المحلول، يعني هتاخد اشكال تانية كتير. طبعا الشكل قدامكم اول على بقى شكل ان هو يظهر بالشكل الجمالي ده. طبعا المادة بتفضل تتفاعل 24 ساعة. برضو حابب اقول ان اللتر منها بيفرد حدود 4 متر تقريبا، يعني من 3 ل 4 متر يكون كويس، يعني 3 ونص 4 متر. حاول ان انت يعني تخلي الخامة كويسة على الحيطة، تشبع الحيطة بالخامة معاك. اسمها ايه المادة دي؟ ليكوين؟ ليكويد لو احنا الحيطة دي ليكويد ليكويد. الليكويد ده هو اللي فيه السر، يعني هو اللي فيه سر الخامة. طبعا سكتش طبعا شركة ممتازة جدا وعندها خامات كويسة جدا. بقى شرح المنتج بكل سهولة ما فيش يعني بعد كده، لأن في ناس كتير طلبت ازاي نعمل منتج الصدى او اسمه الكرياتين، فهو دي الطريقة كده. احنا خلصنا الشرح وانتهينا من الشغل. شكرا لطاقم العمل اللي معانا كلهم، وشكرا لسكتش على المنتج الجميل اللي جابته لنا من أوروبا ووصلته لنا لمصر. كان معكم أخوكم محمد المعداوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا ده الشكل النهائي خالص بعد الجفاف التام. ممكن بقى ياخد طبقة حماية ورنيش مائي مط. ما شاء الله، اللهم بارك. طبعا دي يعني منتج شركة سكيتش كرياتيف. استهزوا بالله عليك، لحظة. شايفين التأثيرات اللي موجودة في الخامة؟ ما شاء الله تبارك الله. ده الشكل النهائي طبعا زي ما انتم شفتوا. ده طبعا بعد الخامة الجفاف التام خالص.